بسم الله. لا، انت مباشرة على قناة شوف تيفي. تقدري تعاودي لنا المعاناة ديالك والمشاكل اللي عندك مع الابن ديالك والبنت المعاقة؟ السلام عليكم. تفضلي. لا، بسم الله. يلا سير. انا على قد الحال، عندي دريه لي معاقه، عندي بيت فوق بيت، الدروج دايره في وسط البيت، ما في حاليش، على قد الحال. علاش عيطتي لينا؟ شنو هو المشكل ديالك؟ المشكل ديالي عندي ابني جا مريضه، ما في حاليش، انا مريضه، وليت مريضه بالطنسيو، مرض مدمن، عندي ولدي مريض تا هو نفساني، شدوه ليا حكموا عليه ب5 شهور، علاش شدو ولدك؟ قال كيضرب بالحجر في زناقي على المواطنين. انا كنطلب من السلطه ومن سيدنا الله ينصره، الا كان مريض دري عارضوه للطبيب النفساني، ما يلوحوش تما مع الحابسيه، هو مريض ما شربش ليا الدواء، تهز ليه العقل ديالو، دار ليه العقل. انا ملي كيمرض كنربطو بالسناس، الله اللي كيعلم، كنبقى نعطيه الدواء، الدواء كيخرج ليا غالي، نفساني تاع نفساني. شنو هي الظروف الاجتماعية ديالك؟ كيفاش كتعيشوا؟ شكون كيصرف عليكم؟ انا اللي بنتك، خدامه، ولدك، شكون كيشري لهم الدواء؟ انا اللي كنشري الدواء، كاين عاودي بعض لي. الوحدين كيعاونوني في الخدمه، الدريات الله ينصرهم تاعهم الله يحفظهم، هما كانوا يعاونوني في الدوايات، والدواء غالي تاع الدري. وبنتك شحال عندها من عام؟ مسكينة معاقة. عندها عاودي لنا بنتي سن. معاقه، عندها 15 عام، طالعه في 16 عام، العقل ما عندهاش، لا خرجت ما ترجعش ليا. انت دابا اللي كيسمعوك الناس، باش كطالبي؟ كنطالب انا بالناس يعاونوني، لا هاد الحالة توريهم يعاونوني، نطلب من السلطة حتى هما يعاونونا، وسيدنا الله ينصرو حتى هو يعاوننا. اها، بغيتي ولدك بغيت ولدي يتعالج، لا كان مريض ولدي يدفعوا للطبيب النفساني يتعالج، ولدي راه مريض. هو شدوه النيت، كان كيضرب الناس بالحجر. اه كان يضرب الناس بالحجر الشهر كله تاع رمضان، هو مريض، هو كيصلي يقول لك انا وليت رسول، احنا يشك فينا، انا الماس وليت كنخزنهم، داك العيشه اللي ولينا عايشينها مع الدري. ماشي مشكل. شنو نداءك الاخير ونمرة التليفون ديالك؟ كنطلب تشوفوا فيا، الله يرحم لكم الوالدين، وكنطلب بسيدنا يشوف من حالنا من جيتنا. اللي بغى يعاونك، شحال نمرة التليفون ديالك؟ نمرة التليفون 06 اها 38 اها واحد، لا عاب شوية عليك. سي 06 ايه 28 28 21 21 08. سمع. شكرا، الله يرحمه. مرحبا.